تم إطلاق سلسلة وثائقية رياضية عن البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم الفائز بالميدالية الذهبية في الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020 والفضية في عامي 2012 و2016. السلسلة الوثائقية بعنوان معتز برشم يتحدى الجاذبية تعرض بداياته المتواضعة في الدوحة إلى أن أصبح أحد أشهر الرياضيين في العالم. طبعا اليوم موجودين احنا بعض سلسلة معتز برشم تحدى الجاذبية، نفس فيلم وثائقي يوثق بعض التمارين وبعض الاشياء اللي مرينا فيها من خلف الكواليس، تضحيات، فترة الإصابة، فترة إعدادنا لبطولة العالم في الدوحة. وانا صراحة فخور جدا ان اليوم قدرنا نجمع هذا المنتج، لان اعتقد ان شاء الله راح تعطي دافع حق المستقبل وحق الجيل القادم ان شاء الله. الوثائقية تضمن لقطات لم تعرض من قبل لبرشم الفائز بثلاثة ألقاب عالمية متتالية في الوثب العالي. بعض الأشياء اللي العام مش عارفين إيش الأشياء اللي مرعي تضحيات والصعوبات اللي يمر فيها اللاعب الرياضي، فحاولنا قد ما نقدر نجمع بعض اللقطات من التمارين، بعض البطولات، إيش اللي يصير خلف الكواليس. وشو أكثر الصعوبات والتحديات اللي بيواجهها الرياضي في الوثب العالي؟ في الوثب العالي خاصة طبعاً من كل رياضة تختلف، بس بالنسبة لشخصياً الوقت أكثر من 70% من الوقت مش مع نفسك، مش حق ذلك، السفرات الخارجية، المشاركات، إذا قدرنا في إصابات، فترة ما بعد الإصابات، هذه كلها تضحيات صراحة يعني صعبة جداً. كيف الاستعداد للأولمبياد؟ تعتقد جيد، هني في مكان جيد، بس تركيز إن شاء الله هذا الموسم على الأسياء وبطولات العالم، إن شاء الله الموسم اللي بعده راح يكون في خطة مدروسة وإعداد خاص حق أولمبياد باريس. هذا ولا تزال قفزة معتز 2.43 متر في ختام الدوري الماسي 2014 في بروكسل هي الأعلى ارتفاعا في القرن.